تعرفوا احنا عندنا معبد في مصر اسمه معبد الكرنك، طبعا اكيد كلنا عارفين، وطلبة اولادنا الاحباء بيدرسوا ده المفروض في كتب التاريخ في المدارس. المعبد ده لو موجود في اي بلد في العالم كان كفى هذه البلد ان هي تسد احتياجاتها بالدخل من العملة الاجنبية بس من المعبد ده، معبد الكرنك ده مورد قومي ومصدر رئيسي للدخل القومي. هذا المعبد العظيم استوعب كل تاريخ قدماء المصريين وملوكهم وآلهتهم وتمثيلهم، كل التاريخ تقريبا هو تاريخ كامل لذلك العصر. دي صور معبد الكرنك، بصوا جمال ده طريق الكباش في معبد الكرنك. بالمناسبة المياه الجوفية هتقضي على هذا الطريق قريب وعادي جدا، ما فيش أي مشكلة. النقوش الفرعونية المصرية القديمة اللي هي الشاهد الوحيد على الحضارة المصرية. كنموذج للعك، الحكومة عندنا راحت عاملة إيه؟ حبت تفتكس، تحط التاتش بتاعها، راحت معلقة في معبد الكرنك زينة صيني، زينة صيني في معبد الكرنك. لولا النعيب إن أنا ألطم على الهوى، احتفالا بقدوم الرئيس الصيني وكنوع من التوجيب مع الضيف الكبير لأننا أصحاب واجب، رحنا عاملين النصيبة دي. لكن للأسف الواجب كان ذوقه بلدي أوي يا حسين، مستفز حقيقي، والشيء اللي احنا عاملينه ده لا يقال عليه إلا عك. ايه جاب القلعة جنب البحر؟ ايه جاب الحضارة الفرعونية جنب الزينة الصيني؟ ليه احنا مش بنعتز بثقافتنا وبحضارتنا؟ معبد الكرنك لقوه ما نالش كفايته من العك، فراحوا مكملين، جم يكحلوها عموها، راح جايبين مبيض محارة يرمم المعبد. هو لازم اقول لكم كده، حضراتكم سمعتوني كويس، مبيض محارة شايل قصعة اسمنت واجنة ومسطرين، مفيش هزار، والنتيجة كارثية طبعا، تدمير تام لنقوش قدماء المصريين الساحرة، مرمى يعني. والنبي هو في كده في الدنيا؟ ونفس الشيء عملناه في معبد سرابيط الخادم في سيناء. المعبد اللي أنا بكلم حضراتكم أهو قدامكم، معبد قريب من رأس سدر وخصص لعبادة الإله حتحور، معبد يتمنى خبراء العالم في الآثار لو إنهم تتقطع رقبتهم مقابل إن يكون موجود عندهم على أرضهم، لما له من قيمة حضارية رهيبة